الشباب كنا وين ما نهرب وين ما نروح أي منطقة كان يروح معي وكان ما يفارقني طاول، خاصة وقت صار قصف كلور بالمنطقة اللي نحن فيها الموجود فيها بيت القطط. تعرضت لقصف منطقة بغاز الكلور، أكثر القطط أغلبها فقدناها لأنه ما بتعرف تطلع أماكن عالية. هذا كان يرقد وراي يشوفني طالع على الصف يرقد وراي كأنه بيحس إنه أنا رايح على مكان فيه أمان، يعني كان يلحقني. هو تعلو بدل القط المدلل صاحب الحظ السعيد. توقعاته بتوقع أكثر من 90% يعني هي صحيحة واختياراته صحيحة.